مجلس النواب يفتتح جلسته بقراءة التشكيل الكامل للوزارة الجديدة، والرئيس في خطابه للبرلمان أرجو من الله أن تحظى الحكومة بثقة الشعب. رئيس الوزراء لمجلس النواب أجدد العهد على استكمال مسيرة الوطن وتحقيق تطلعات المواطن، وبرنامجنا يحمل عنوان معا نبني مستقبلا مستدما. رئيس الوزراء أعاهدكم على العمل بعزم وإصرار لحل مشكلة الكهرباء، والحكومة الجديدة ستضع هموم المواطن في بؤرة الاهتمام. رئيس الوزراء نستهدف إنشاء 60 مدرسة فنية و100 يابانية حتى 2026، والتوسع في المدن المستدامة والجيل الرابع والتحضر العمراني. الوكالات الأممية تطالب بإجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتؤكد عنف المستوطنين متعمد ومدبر من مجموعات منظمة.